حلوه قوي. طرحتها برده كانت 400 دلوقتي هتبقى ب 280 جنيه. كل منه كتير وفي الوان برده زي ما انتم شايفين. حلو قوي ده برده اهو منه. حلو قوي بس ده نقشه وده نقشه مرضيه يا جماعه. هي قطعتين الموديل ده يا جماعه عامل 280 جنيه. الشغل بتاعها كله في الدار لحد 6 اكس لحد 3 اكس يا جماعه جنيه. شغل الترندات كله. بص الدار بتاعها تحفه. حلو قوي قوي ده برده 280 جنيه لحد 4 اكس. شغلها تحفه. كم منقوش وكم ساده زي ما انتم شايفين وهي نص ونص. حلو قوي دي برده 280 جنيه. عارفه دي يا جماعه جوكار في حرير ب 280 جنيه 80 لحد 4 اكس برده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند الملكه. الاسعار بدأ معانا ب 280 جنيه. الفيديو هنا يا جماعه كله لوكسيات شغل براندات وبس. احنا موجودين في مول تسهيل. تابعوا الفيديو للنهايه ما تبخلوش علينا بلايك وشير. بحبكم في الله ويلا بينا نشوف عروضنا واسعارنا النهارده. المكان هنا كله لوكسيات صح يا محمود؟ شغل كله براندات ولوكس بس والاسعار بدأ ب 280. تلبيس مقاساتنا لحد كام اكبر حاجه؟ لحد فوق ال 120. فوق ال 120 كيلو تمام. احنا هنبدا الاول بعرض ال 280. هنبدا نشوفه معانا دلوقتي. بصوا حاجات زي كده. ده حرير صح؟ ده حرير يعني. عامله 400 بس بالنسبه دي تمام كده. دي كانت 400 دلوقتي هتبقى ب 280 جنيه. مقاسات دي لحد كام؟ مقاسات لحد كام فيها؟ هي دي تلبس لحد 110. 110 مقاساتها لحد 2 اكس ولا 3؟ لحد 3. لحد 3 اكس تمام. لحد 3 اكس ب 280. بصوا معانا حاجه زي كده تنفع سوارات قوي. بيتهيألي اللون ده بيتغير سيلفر والروز جولد صح؟ في السيلفر اهو منه. حلو قوي بس ده نقشه وده نقشه ثانيه. ده حاجه وده حاجه صح؟ ده موديل وده موديل. في منه الوان يعني. تمام. بصوا ده برده ب 280. بصوا الموديل ده يا جماعه عامل 280 جنيه. تلبس انا لحد 3 اكس. لحد 4. لحد 4 اكس تمام. لحد 4 اكس ب 280. كل ده شغل حرير. بصوا ده جاكار تحفه ده. ده حلو قوي قوي قوي. لا ده دريس خروج خلاص رسمي من تحت كريب ومن فوق جاكار. حلو قوي قوي. ده لحد مقاس كام ده مقاساته؟ ده لحد 3 اكس. لحد 3 اكس عامل 280. ده عامل 280 جنيه لحد 3 اكس يا جماعه. جاكار في كريب تمام. الرسمه اللي فوق دي بتختلف منها اشكال ولا هي انا رسمه واحده؟ لا هي واحده. رسمه واحده تمام. بصوا حاجه زي كده برضو. دي امهاتي جاكار برضو في حرير يا جماعه ب 280. مقاساتها بيك سايز ب 280 جنيه. حلوه جدا دي برضو. ده 3 اكس منها. ال 3 اكس يلبس معانا 100 كيلو يعني ما شاء الله. مقاسها مرتاح جدا جدا تمام. تسلم ايديك. معانا برضو دي اللي واخده قصره زي الملحفه من هنا تمام. والكم بص بعد اذنك. بص الكم بتاعنا واخد بلابل تحفه وهي ساده سيمبل كلها. وكل ده معانا هيبقى عامله برضو 280 جنيه لحد 4 اكس تمام. حلو قوي. والحراره عندكم ما شاء الله خامته حلوه جدا. ده ترندات دي والله العظيم تحفه تحفه. انا عايز اقول لكم بس دي شغل ترند قوي قوي. ودي برده 280. الملحفه دي يا جماعه جاكار في حرير ب 280 جنيه تحفه. دي بتلبس اوفر سايز اي مقاس تلبس معاكم تمام. حلو قوي قوي تمام. بص دي برده. دي احنا شفناها في الاول ولا موديل تاني؟ دي حاجه ثانيه. هي اللي شفتها في الاول. حلو قوي. دي برده 280 صح شفناها في الاول. بص الملحفه دي هي مش ساده. هي كفايه الشغل اللي في الكنات يعني. ايه هي سيمبل بس واخده كلها شراشيب من الجنبين كده. حلو قوي. دي برده ب 280 جنيه. عايزه اقول لكم الحرير هنا تحفه. حلو قوي قوي تمام. في شحن موجود يا محمود بالقطعه ولا جمله؟ لا لا بالجمله. بالجمله يعني اقل حاجه شحن اوردر قد ايه؟ كام قطعه كده؟ يعني 12 قطعه. 12 ما ينفعش 6؟ ممكن عادي مش مشكله. طب خلاص من اول 6 قطع يا جماعه شحن عشان في ناس بس بتشحن بالقطع عادي فانا بسال عشان كده. ايه الجمال ده؟ ده بيك سايز برضه وتنفع سوارهات يعني الناس اللي راحه مناسبه امهاتي. فدي حاجه سيمبل هاديه خالص وحلوه جدا. دي برضه ب 280 جنيه. الكم يا جماعه في زون وهي حرير تمام عشان بس الامانه. الكم في زون وهي حرير. ودي برضه ب 280 تلبيس بيك سايز يا جماعه شغل ورا وقدام. تسلم ايديك. بصوا حاجة زي كده برضو. عايز اقول لك دي تطريزة تحفة. دي عاملة زي السرمة تطريزة السرمة. حلو قوي قوي شغل حرير برضو. ودي برضو لحد 4 دي مقاس 3. ودي برضو هتبقى ب 280 جنيه. شغلها تحفة. كم منقوش وكم سادة زي ما انت شايفين وهي نص ونص ب 280 تمام. بصوا كده معانا برضو دي شغل بلابل وشغل عالي جدا. كل ده برضو ب 280 بس الاربعة دي مقاسها صغير.
يعني دي تلبس مثلا اكس لارج 2 اكس بالكتير، هي مكتوب 4 بس مقاسها صغير شويه عشان هي بتبقى شغل مصانع، يعني في مصانع مقاساتها مرتاحه وفي مصانع مقاساتها صغيره شويه. ده ب 280 بس الخامه رهيبه، الموديلات تسلم ايدكم عليها، حلو قوي. بصوا دي برضو دي تمشي دريس وتمشي، لا وسمره خالص، وتمشي منتقبات كمان لمناسبات لانها اسود في اسود خالص، حلوه جدا جدا. لا ومبطنه لحد الكم، شغل جاكار في الكم من هنا، حلو قوي. دي برضو 280 جنيه. دي مقاسات ولا مقاس واحد؟ لا دي وان سايز. وان سايز تلبس تمام، يعني تلبس زي 75 80 لاني مقاسها مش كبير، 75 80 تمام. تسلم ايديك. بصوا بقى جينا بقى لشغل الترندات، الشغل العالي قوي. لا ده انا هفرد قصادك ده ورا وقدام يا جماعه الشغل. بص الشغل من هنا، ايه الجمال ده؟ ده شغل بيوردوه بره. ده عامل كام ده؟ بيعمل 530. دي 530 جنيه شغل الترندات كله. بص الظهر بتاعها تحفه، حلو قوي قوي. دي ب 530 جنيه حريري يا جماعه، شغلها تحفه، بتمشي سوارات قوي، هي روز جولد في سيلفر كده الشغل بتاعها. تمام. بص الملحفه دي برده حلوه قوي قوي، وعامله كام دي برده؟ دي 520. 520. بص يا وان سايز برده يا جماعه، دي حرير، حرير واخده شغل كده زي سرفله رفيع كده، مديها شكل حلو قوي. دي هتبقى ب 540 و20 520. ده انا اللي هغلي عليكم، 520 حلو قوي. بصوا كده برده دي شغل التطريز معتمد عليها قوي، يعني شغل التطريز فيها كتير، حلوه جدا. بصوا من هنا بديكوا بس تفاصيلها. ودي عامله كام برده يا محمود؟ بصوا كده ادينا وشها معلش. بصوا دي هتبقى عامله 490، مقاساتنا برده لحد 4 اكس. لا دي في منها لحد 6 اكس. لحد 6 اكس ب 400 وكام؟ ب 490 لحد 6 اكس. تمام. بصوا معانا برده دي برده، لا ده الشغل ورا كله. وعامله كام دي برده؟ دي 480. ادينا ظهرها كده معلش. بصوا دي هتبقى عامله 480، مقاساتها لحد كام؟ لحد 6 اكس ب 480 جنيه، الشغل بتاعها كله في الظهر لحد 6 اكس 480 جنيه، تحفه دي، شكلها تحفه. السعر بقى ده يرجع لكم انتوا يعني. بصوا كده برضو انا الخامه ماسكاها عشان انا الامانه الخامه حلوه قوي قوي تمام، وتطريزها تحفه. السعر بقى يرجع لامكانياتكم انتوا، فدي حاجه حلوه قوي. عامله كام دي برضو؟ دي 480. 480 برضو لحد كام اكس؟ ديت لحد 4 اكس. لحد 4 اكس تمام. تسلم ايديك. معانا برضو حاجه زي كده، النص اللي فوق جاكار في ترتر كده او تطريز. بصوا لا مش ترتر، ده زي ستراس كده، الكم كمان شداد من هنا، شكلها تحفه. عامله كام القمر دي؟ ديت 470. دي هتبقى ب 470 والمقاسات لحد كام؟ ديت لحد 5 اكس. لحد 5 اكس ب 470 جنيه، جاكار في حرير. تمام تسلم ايديك. استنى لنا استنى بقى، ايه الجمال ده؟ يعني بصوا الحاجات دي في اللبس عشق بجد والله العظيم، حلو قوي قوي قوي. عامله كام دي؟ ديت 460. ده شغل ورا وقدام، شغل عالي قوي. معلش ادينا وشها تانية كده يا محمود. 460 جنيه القمر دي يا جماعه، هي قطعتين؟ اه قطعتين، لاني شايفه تحت بيزك اهو، اه بيزك في زون يا جماعه تحت، والفوق التلبيسه اللي فوق دي و460 جنيه، دي تحفه بجد والله العظيم، حلو قوي. اه دي تمشي سواريها برضه. مقاسات ولا مقاسها صغير؟ هي دي مقاسات لحد 4 اكس. إيه؟ لا ممكن تمسكها لنا من تحت افردها لنا بس. بصوا الجمال، دي لحد 4 اكس يا جماعه، عامله كام؟ ديت 460. 460 لحد 4 اكس، شغل سواريه يا جماعه تحفه، الشغل كله يعتبر هنا كده عشان يبان معانا بس، حلو قوي قوي. تمام تسلم ايديك. بص انا من عشاق الملاحف عشان كده اي ملحفه بتطلع بتعجبني، يعني لو جيت افكر بجيب اي حاجه سمرا بتبقى ملحفه على طول. حاجه زي كده تحفه جديده، شغل الكارو كده بارز حلو قوي. عامله كام دي برده يا محمود؟ 490. 490 شغلها تحفه، حلو قوي قوي. دي عامله زي الجاكار بس مش جاكار، فمش عارفه الا خامه، حلو قوي. اسمها ايه؟ كريشه. كريشه كريشه تمام، حلوه جدا دي برده. حاجه زي كده، بصوا حاجه زي كده، الناس اللي بتحب الشغل الكثير. بنطلون. ببنطلون ده تونيك بنطلون، عامل كام؟ ده 520. 520 جنيه تونيك بنطلون، مقاساته ايه طيب؟ ده لحد 6 اكس برضه. لحد 6 اكس ب 520 جنيه تونيك بنطلون يا جماعه، اشكال منه كتير وفي الوان برضه زي ما انتم شايفين، حلو قوي ده برضه. تسلم ايدك. بصوا كده معانا ده شغل سيرما برضه، ودي طبقتين على بعض. طبقتين. دي قطعتين.
يعني عارفاها دي حلوه قوي، وبتبقى واخده من تحت كده. معلش في اللي ناكلوش كده. دي عامله كام برضو؟ دي 470. 470 لحد كام اكس يا محمود؟ دي لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ب 470 جنيه. تمام. دي طبقتين على بعض يا جماعه، تحت بيبقى بيزك في زون، والفوق بتاع لا والبيزك كمان بكم، فدي حاجه كويسه قوي. تمام. بصوا معانا برضو حاجه زي كده، حلو قوي ده برضو، تطريز من هنا، وتنفع سوارهاب برضو، يعني تنفع مناسبه، يعني مثلا حنه تلبسها مقاساتها لحد كام؟ تنفع برضو خروج عادي. لحد 4 اكس عامله كام؟ دي 480. 480 لحد 4 اكس يا جماعه. المكان هنا كله لوكسيات. الجمله هيكون ليها اسعار خاصه ولا نفس السعر؟ لا هيكون ليها اسعار خاصه. ليها اسعار خاصه. والجمله بتبدا من كام قطعه؟ عادي من 3 قطع. 3 مشكلين؟ اه 3 مشكلين يتحسب لكم جمله. تمام. واو حلوه قوي 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 قوي، يعني شغل الصرمه اللي فيها لونه كمان روز جولد اللي هو النحاسي ده، فمديها شكل حلو جدا. حرير كلها، الشغل ورا وقدام زي ما انتم شايفين، حاجه بجد شياكه، يعني حاجه تحفه. بصوا بالظهر والوش كلها كده. عامله كام برضو دي؟ ديت 490. 490 جنيه ملحفه قمر. انا عايزه افرد قصاده بس تاخدوا سكرين على السعر كده. بصوا دي هتبقى ب 490 جنيه، حرير تحفه تحفه، حلوه قوي دي. بصوا كده حلو قوي قوي، دي برضو ملحفه، بس بصوا يعني تنفع امهاتي قوي، لانها ما شاء الله اللهم بارك، يعني تلبس معانا 140 كيلو 150 كيلو، حاجه محترمه كده. عامل كام دي برضو؟ 520. يعني تمشي امهاتي بيك سايز، تلبس معانا لحد 150 كيلو، عامله 420. حلو 520 ولا 520. 520 يا جماعه، سوري 520. تمام. بصوا كده برضو الشغل السيمبل ده هنا لا والتطريز تقيل، يعني حاجه محمله. والظهر بتاعنا بصوا، ده الظهر وده الوش، وعامله كام؟ الوش ساده سيمبل، والشغل يعتبر في الظهر والكم بس. حلو قوي. عامله كام؟ 480. 480 تلبس برضو بيك سايز. ايوه 480 تلبس بيك سايز يا جماعه. تمام. تسلم ايديك. بصوا كده معانا بالوانها، يعني السيلفر والجولد. ودي عامله كام برضو يا محمود؟ دي عند 480. لحد كام اكس؟ ديت لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ب 480 جنيه. حلو قوي. طرحتها برضو الشغل اللي فيها ده بيتهيألي قطيفه، يعني الشغل اللي في الكم ده ده قطيفه يا جماعه. تمام. تسلم ايديك. ده ترندي برضو ده. عايز اقول اشكال البلابل اللي هي الدوائر دي بتختلف، بس كلها ترندي، يعني في منها الصغير وفي العريض، بس كلها ترندي. حلو قوي. وعامله كام دي برضو؟ ديت عامله 470. دي هتبقى ب 470 لحد كام اكس يا محمود؟ دي لحد 6 اكس. دي لحد 6 اكس ب 470 جنيه. تمام. تسلم ايدك. معانا برضو حاجه زي كده، عايز اقول لك تحفه 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 تحفه، يعني شغل الالوان ده في الاسمر بيبقى خطير، حلو جدا جدا ده. عامله كام دي برضو؟ دي 480. والمقاسات؟ المقاسات لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ب 480، ده يعتبر اكس لارج، يعني في لسه ثلاث مقاسات اكبر من ده كمان. عامله 480. تمام. بصوا دي برضو حلو قوي دي. عامله كام دي برضو يا محمود؟ دي 470. 470. عايز اقول لكم شغل السرمه من هنا، ولحد 4 اكس؟ لحد 4 اكس ب 470 جنيه، شغل تطريز صرمه حلو جدا. تمام. تسلم ايدك. بص معانا كمان ده حرير الوان، صح؟ حلو قوي ده، شكلها تحفه. عامله كام دي؟ دي 480. 480 لحد 4 اكس برضه. لحد 4 اكس ب 480 حرير الوان، ينفع عرايس قوي كمان، الناس اللي بتخرج في منها الاسود اكيد. في منها الاسود بس بتوفر حاليا. تمام. بس في الوان منها الالوان العاديه. تمام. تسلم ايدك. كده خلصت جولة النهاردة من محل الملكة. تعبتك معايا محمود، وشكرا جدا على الفيديو ده. احنا موجودين فين؟ في مول تسهيل، والعنوان هينزل لكم متصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام اول تعليق، وارقام للتواصل طول عرض الفيديو. ما تبخلوش علينا بلايك وشير. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا دلوقتي قدام الشارع الموجود فيه مول تسهيل. انا حاولت اعمل لكم زوم كمان عشان تشوفوا مدخل المول. زي ما انتم شايفين احنا واقفين فين؟ في شارع الجيش في القاهره في العتبه. هقرب محطه مترو هتكون محطه مترو باب الشعريه اللي انا عملت لكم عليها زوم دلوقتي. زي ما انتم شايفين دي محطه مترو باب الشعريه. بصوا هحاول اوريها لكم كمان. هكون اقرب محطه مترو، مترو باب الشعريه زي ما انتم شايفين كده. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد ما هتوصلوا عند قهوه الفردوس يا جماعه. هوريها لكم دلوقتي برضو علامه مميزه ان انتوا توصلوا لها. بصوا دي معانا كده قهوه الفردوس هنا زي ما انتم شايفين اهي. هديكوا علامات مميزه مش هتسالوا حد ان شاء الله. اول ما تروحوا المول كده كده سهل، في شارع الجيش بره.
بصوا على اوله كمان محل اسمه الصفتي للنقل زي ما انتم شايفين، ومول تسهيل جوه. ولو جايين كمان من مترو العتبه او من اتجاه بقى شارع الجيش هتيجوا من هنا من الاتجاه اللي انتم شايفينه ده، دخلت الشواذليه، درب البرابره، الموسكي الاول، بصوا ده كوبري الازهر، هتيجوا مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انتم شايفينه ده، وهتفضلوا ماشيين ومكملين لحد قهوه الفردوس زي ما انتم شايفين. سهل العنوان جدا يا جماعه، مش صعب خالص، لحد ما هتوصلوا هنا برضو عند الصفتي للنقل وقهوه الفردوس، هتدخلوا الشارع اللي بين الاثنين زي ما انتم شايفين، هو اللي قدامنا ده يا جماعه، مول تسهيل. المول ده جديد لسه معانا يا جماعه زي ما انتم شايفين. بصوا عملت لكم زوم كمان، جبت لكم باب المول من بره. هندي بقى ظهرنا كمان واوريكم المكان من ورا في ظهرنا ايه كمان. بصوا في ظهرنا هنا كمان يا جماعه، ده سنتر النهار زي ما انتم شايفين. بصوا ده في ظهري كمان، انا جبت لكم الاتجاهين بقى اللي جاي من عند مترو باب الشعريه واللي جاي مترو على عتبه برضو. وفي ظهرنا كمان البرنسيسه فرحه زي ما انتم شايفين، هو يعتبر في وش على طول. وهناك كمان ده حلواني الحيس، مشهور ومعروف جدا في قلب شارع الجيش كمان. انا اديتكم علامات مميزه بقى لظهري ويميني وشمالي عشان توصلوا من غير ما تسالوا اي حد ان شاء الله. هنعدي مع بعض كده الطريق وندخل معاكم عند مول تسهيل. عدينا كده الطريق زي ما انتم شايفين، على شمالنا قهوه الفردوس وعلى يمينها كمان الصفتي للنقل اللي انتم شايفينه ده. اول ما هندخل الشارع على طول اول بوابه شمال تقابلنا ده مول تسهيل اللي انتم شايفينه ده، موجود فيه ان شاء الله جولات كتير هنعملها لكم الفتره الجايه باذن الله. هندخل مع بعض كده وهنطلع مع بعض للدور الثاني علوي زي ما انتم شايفين. اول ما هنمشي على طول هقابلنا محل الثاني، ادي ثالث محل، وبعدين على الشمال هنلاقي السلم زي ما انتم شايفين. هنطلع مع بعض كده للدور الثاني علوي. كده كنا خلاص طلعنا للدور الثاني علوي، هتلاقوا العرض بره وعرض ال 280، وفي جوه كمان عرض 280. حاولت اجيب لكم كل الموجود في المكان، ما تبخلوش عليا بلايك وشير. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.